في هذا المحور هناك قصف وتجدد للقصف المدفعي، في المقابل أيضا كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قالت في واحدة من البلاغات العسكرية لهذا اليوم أنها تصدت للقوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة البطن السمين بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت القوات الإسرائيلية هناك بين قتيل ومصاب أيضا في تصديها لهذه القوات الإسرائيلية. في محاور أخرى أيضا في منطقة المغازي ومنطقة البريج وشمال مخيم النصيرات تجدد القصف المدفعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كانت أي قوات جيش الاحتلال تراجعت في هذه المناطق إلى المناطق الشرقية، لكن يستمر القصف في مناطق وسط المخيمات وفي مناطق أكثر عمقا في هذه الأحياء السكنية بين ساعة وأخرى، بالإضافة أيضا إلى سيطرة الطيران الحربي الإسرائيلي على الأجواء والمسيرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتشر التي تلاحق التحركات الفلسطينيين في هذه المناطق التي تراجعت فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية. وهناك أيضا غارات جوية هذه المرة على مخيم جباليا، منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، تجدد الغارات مع أنه خلال اليومين الماضيين بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدما محدودا جدا في أطراف هذه المناطق الشمالية لقطاع غزة وكذلك في المناطق الشرقية من مدينة غزة في حي شجاعية وحي الدرج وكذلك في بعض أطراف منطقة الزيتون، لكن هذه تحركات محدودة لا نتحدث عن عمليات توغل واسعة في كما كانت في الأسابيع السابقة، فقط تحركات لآليات وفي يبدو أنها إعادة تموضع لهذه القوات الإسرائيلية على أطراف قطاع غزة بالإجمالي، بمعنى أن الأمر ينسحب أيضا على مناطق أخرى في الجنوب وفي وسط قطاع غزة، وهذا الأمر مماثل كما قلنا لما يحدث أيضا في الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس، وإن كانت بعض هذه المناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية بشكل أكثر عمقا خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة. على صعيد البلاغات لا تزال بلاغات فصائل المقاومة الفلسطينية مستمرة فيما يتعلق بإطلاق قذائف الهاون باتجاه القوات الإسرائيلية المتقدمة في بعض المحاور، بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات المباشرة مع القوات الإسرائيلية تحديدا في منطقة خان يونس في وتحديدا في المنطقة الشرقية من المدينة. هنا في مدينة رفح كانت هناك غارتين إسرائيليتين منذ ساعات الصباح، واحدة استهدفت أرضا زراعية في المنطقة الشمالية الغربية وأخرى استهدفت فجر هذا اليوم في مخيم الشابورة حيث تم استهداف منزل، وأسفر ذلك عن استشهاد اثنين من طفلتين في هذه الغارة الإسرائيلية على هذا المنزل، بالإضافة إلى عدد آخر أيضا من الجرحى في استهداف مخيم مكتظ بالسكان وبالنازحين. تم انتشال أيضا عدد من جثامين الشهداء في مناطق أخرى بعد تراجع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عنها في الساعات الماضية. في منطقة بطن السمين تم أيضا انتشال ثلاثة جثامين لشهداء من هذه المنطقة التي كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كما قلنا تقدمت فيها وتوغلت وعملت على عمليات تجريف وإطلاق نار على المواطنين، والتقدم في هذا المنطقة كان مفاجئا، وإن كانت الأيام الماضية قد طالت منطقة بطن السمين عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية، وبالتالي هذه المنطقة كانت مكتظة بالناس وبالسكان تحديدا الحي النمساوي، لكن تفاجأ سكان هذه المناطق بتواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مناطق سكناهم، وإطلاق النار لم يتوقف ولم ينقطع طوال ساعات الليل الماضية، ما أثار الرعب بين الناس وحركة نزوح كانت منذ ساعات الصباح هذا اليوم من هذه المناطق الغربية من المدينة بعد تقدم هذه الآليات، وإن كانت انسحبت لكن الخشية هنا أن تعاود الكرة مرة أخرى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعاود الدخول إلى مثل هذه المناطق، وهذه مناطق مزدحمة تماما بالنازحين وبالسكان، ونتحدث عن مستشفى ناصر الذي يعد الآن هو المستشفى الأول والرئيسي في على مستوى قطاع غزة في تقديم الخدمة الطبية بعد توقف باقي المستشفيات والدمار الذي حل بمستشفيات شمال
قطاع غزة ومدينة غزة.